عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب والوطن العربي والعالم أجمع. كثير من الناس تسمع بملكة الحدائق، اليوم أنا أطلقت عليها مو فقط ملكة الحدائق، اليوم أطلقت عليها ملكة المشاتل. طبعا اليوم احنا مشتل سلسبيل الفرع الثاني، هذا المشتل في منطقة صدر القناة محافظة بغداد. ما لعزة، شوفوا هاي النخلة. طبعا يرافقنا استاذ محمد. استاذ محمد، صراحة هاي مو نخلة عادية، هاي تحفة طبيعية. اي صح. احكي لنا عن هاي النخلة، يعني احتياجاتها، طريقة الاهتمام بها. والله انا اعتبرها هاي من اسهل المداراة بالنسبة للنباتات الزينة. نعم. يعني ما تحتاج منك اشياء، هي صبورة، نبتة صبورة قوية. تحتاج توفر لها تربة صالحة للزراعة، ويفضل تكون طينية على متصر غنية بالحديد. نعم. أو أجواء تخليها أجواء فيه، يعني مو شمس تخليها مباشر، حتى بالصيف لا تحترق. بس بالصيف هي المعاناة مال السايكس بالصيف. بالصيف لأن الجو كلش حار. الصيف يعني طول أخضر. طول أخضر إذا ما عندنا. حتى لو صفرت بعض الأوراق أنا لاحظت، من يجي يتغير الجو ترجع. ترجع أو فيها شغلة لفه، يعني هو ريد أسرارها. الناس ما يصبرون، يردوها على طول تفرح. هي ما تفرح على طول، هي تفرح مرة بالسنة إذا كانت كلش نشطة والأجواء مناسبة مال هنا الموجودة عندنا بالعراق، تصير مرتين تفرح بالسنة. أحسن. أكثر الأوقات تفرح مرة واحدة بالشهر الرابع أو الخامس. باقي السنة أكو قسم يتأخر للخامس، للسادس، للسابع، للثامن، للتاسع، يظل يفرح. إذا كانت كلش نشطة والأجواء زينة راح تطق مرة ثانية، يعني تصير مرتين بالسنة تفرح. بالنسبة للسماد مالتها، اعتيادي هو اكو سماد عضوي تقدر تخليلها مره بالسنه، وتقدر تخليلها سماد كيميائي مركب اللي هو الام بي كي. فت كل 10 ايام او كل اسبوعين، فت شيء بسيط تخليلها دائما. استاذ، بالنسبه الوقت المناسب للتقليمها، بعض الاحيان يعني تحتاج تقليم. يعني طبعا هذا يشبه النخل العراقي مالتها، نفس النخل العراقي. النخل العراقي من طلع لبة جديدة، لبة قديمة تبدأ تتيبس. أحسن. السعفة القديمة العفو. فراح أشوفها تنزل لجوة وورا فترة راح تتيبس. هذا هم نفس الشيء، هذا من طلع جديد، هذا القديم راح يبدأ ينزل لجوة. نعم. إذا ظل ورا سنة أو سنتين كذا راح يبدأ يبس. فأنت شو تسوي؟ إحنا من شوية نشوفها تنزل لجوة طلعت جديد. هذا القديم نقصه حتى تبقى حلوة. أحسن. جميلة دائما. شو واحد يزين رحلة حلاق. أحسن. طبعاً إخوان الأعزاء، أستاذ محمد ناخذ جولة بالمشتل. طبعاً إحنا إخوان الأعزاء للتذكير في مشتل سلسبيل. شوفوا هاي التحفة الفنية، وناخذكم نشوفكم عالم وبساتين السايكس في مشتل سلسبيل. بساتين للسايكس بكافة الأحجام، للشخص اللي يعني اللي يأخذ على قد إمكانيته، لأن الأسعار تتراوح، يعني أسعار بعض الأحيان بس نعتبرها غالية، لكن هاي نموها بطيخ مال الأعزاء، تحتاج يعني ربما عشرات السنين حتى تصير بهذا الشكل. غابات نخيل السايكس في محافظة بغداد في مشتل السلسبيل. شوفوا المنظر أمامكم. احنا عندنا من الصغار للكبار. احنا حسب امكانيتك، من سعر اقل سعر ايش قد استاذ هسه هاي؟ اقل سعر هذا 7000، هذا اكبر منه 10000. 7000 ب 10، يعني انت حسب امكانيتك تقدر تاخذ فوان الاعزاء ب 10000 للتذكير، ب 10000 تقريبا ب 7 دولار، اقل ال 7 دولار. وهنا هاي حسب الارتفاعات امامكم، هاي هنا نخيل. استاذ محمد، اريد هنا سؤال اثناء الجوله. احكي لنا على القسم، يقول هاي نوع عراقي، قسم يقول هذا نوع ايطالي، قسم ينطي اصناف الى الانواع مال السايكس شنو؟ والله هي باوع، اكو انواع مال سايكس، بس السايكس ريفولوت كل العالم هو نفسه. نعم. اكو غير انواع مال سايكس ان شاء الله تتوفر، احنا جايبين من عندنا. نعم. مثلا اكو سايكس سامية، اكو سايكس ديون، اكو سايكس
اسماء شوي غريبه يعني راح من بالي تقريبا ست سبع ست اصناف سايكس. اي احنا هسه الصنف الماشي المعتاد هو سايكس هذا ريفوليوتا، هذا هولندي، هذا يعني يعتبر هولندي لا هذا بكل العالم. انت وين ما تروح، تروح لامريكا، تروح للصين، تروح لهولندا، وين ما تروح السايكس ريفوليوتا هو راح يبقى ريفوليوتا. ايه مثل ما انت هسه شخصك مثلا يقول واحد اسمه محمد يروح وين مكان هو يبقى محمد، هذا شنو اللي يأثر عليه السايكس؟ يأثر عليه الأجواء. إذا أنت خليته الأجواء مشمسة راح تتغير شكل الشتلة، راح يتغير حجم الورقة، راح تتغير حتى نسبتها. يعني يقول بمعنى أنه النبات من ينزرع من موطن الأصل إجا لغير بلد يأخذ يتأقلم مع أجواء البلد هذا. يتأقلم وياه، يعني هسه أنت تيجي تخليها مكان فيه هواي أكثر من اللازم. هاي الورقة مالتها طول، إذا هي خلينا نقول 60 سنتيم يجوز راح يصير 80 90 سنتيم. كل ما زيد الفي عليها قلل الإضاءة راح تطول، بعدين توصل مرحلة إذا ظل الظلم عليها راح يصير تشوهات بيها. يصير مثل العودة السعف مالتها، إذا لا تعرضها إضاءة أكثر راح تبدأ يصير النمو مالتها طبيعي، إذا تعرضها إضاءة النهار كله بالعراق تحترق بالصيف لأن جونا حار ما بيرطوبة. بغير دول مثل بأمريكا وبالصين ما عندهم نخل ولا يظللولها بالصيف لأنه أجواءهم رطبة فتبقى حلوة، تبقى يعني ورقتها صغيرة صغيرة الورقة يعني هسه هاي يعني. إذا تقيسها يجوز تطلع لها فد 8 70 سنتيم، هناك يجوز تلقى لها فد 50 نفس الصنف ونفس نفس حتى اللون يتغير، حتى عشان. اللون يتغير بالاجواء هاي عشان. وتعتمد هم تجد مرحله زين استاذ هاي ما هنا بالعراق بديت تكاثرونها؟ يعني انا قبل فتره سمعت محاضرتك انه بدت مزارع تكاثر نخيل السايكس بالعراق. والله التكاثر لحد الان هنا أنا ما حد يكاثر سايكس عشان. بس اللي عنده سايكس اللي عندها بها فسائل احنا هنا نبقي واي فسائل من نريد نحولها ننقلها نفسلها ونكاثرها يصير هذا الصغار اللي شفته الصغار تصير اي هذا احنا نكاثره هذا اكثرنا. اللي الطريقه الثانيه بالبذور البذور شويه صعبه ليش؟ لانه يريد لها لقاح، اذا تلقحت صحيح راح يصير بها جنين البذره، من يصير بها جنين وراها لازم القشر مالتها توقع لين قشرها كلش صلب قوي يتنقع وبعدين يتوقع. انا شفتها طبعا بشرم الشيخ هواي مزهره ذكر وانثى، عقبية ذكر وانثى بس شرم الشيخ عندهم عملاقات كبار فشفتهن مزهرات عندهم رطوبه هناك مال البحر رطوبه البحر فصير اكيد حتى الجنين مالتها صار صحيح يقدرون يكاثرون من البذور. بعدنا احنا ما خلصنا لكم الجوله وشوفناكم باقي الارتفاعات، شوفوا الارتفاعات اخوان الاعزاء صراحة يعني فد شيء راحة نفسية تحس ترتاح انه تتجول بيك مكان. يعني لذلك نصيحة لعشاق النباتات لعشاق الحدائق انه السايكس خلوها من اساسيات الحديقة، يعني مو شرط انه اذا ما عندك امكانية مو شرط تشتري ولا يعني فد شيء كبير، لكن اذا عندك امكانية فابدي بهذا الصنف او هذاك النوع اللي هسه راح نذكر منك نشوف. طبعا هو الاصناف او الحجم العفو الحجم كل ما يكون متوسط او اكبر افضل من الصغير. نعم الشتله الصغيره ظل تداري بها اكثر من لازم التعب، هاي تجي جاهزه يعني انا تعبان عليها جزء عمرها 17 سنه او 20 سنه فمضل هاي 20 سنه الصغيره صعبه. إيه انت جاي منتقل ببيت او عندك حديقه تريد تسويها فالمفروض تاخذ شيء جاهز افضل. استاذ هسه هاي فرضا 250، اذا 250 فرضا هاي ثريا، هي ثريا من ثريات الشيء اللي بالغرف وجوز مخليها او بالاول هي 250 الف دينار فرضا. هاي باب البيت يا هو الطاب طالع انت بها راحه نفسيه لك تعتبر فد شيء مكان حتى يقلل الطاقه السلبيه احسن. استاذ خلينا نشوف هذا النوع اللي امامنا ان شاء الله. اخوان الاعزاء مستمرين بالجوله في مشتل السلسبيل العراق محافظة بغداد، وهاي الجولة مهداة لعشاق خلنا نقول من الناس صادين راح نصير ندخل بالفعل بنص البستان. هسه احنا في وسط بستان السايكس يا اخوان الاعزاء، شوفوا هذا شوف هذا الحجم
يعني ما شاء الله بصحة، يعني أروع ما يكون هاي. أستاذ هسه مثل هذا الواحد إذا يجي يريد يشتري من أهل بغداد أو كذا يريد يشتريه، شلون طريقة النقل يعني؟ طبعا تنشال هاي بسندانه، هي مزرعه هاي بسندانه، قصدي اذا يريد يزرعها بالقاع هو راح ياخذها بسياره. انتم هسه راح يعني هاي النقل مالتها اللي يجي هو يتكفل بالنقل، لو عندكم مثل كادر ربما هذا عندنا موجود يريد احنا ننقل اللي يارد هو ينقلها، ما عندنا مشكله. مبالغه، هاي النباتات يعني هاي نفس الطبر زيل، هذا احنا عندنا المشهور بالنخل مالتنا. طبعا شفت ام اثنين وام ثلاثة بتشير اشاكل بها خمسة اكتبه مالا عزاكل ام اثنين، هاي يعني مو وحدة، وهاي شوف المنظر هذا شايفي انت، هاي شوف هاي بابش تصوير مالا عزاكل. اليوم كانت جولتنا في مشتل سلسبيل، وتعرفتوا على نخيل السايكس ملكة الحدائق، وتعبناك فيانا اليوم استاذ محمد. تبارك الله على هذا الجمال بصراحة، يعني حتى لو اذا تعرضت للشمس المباشرة واحترقت الاوراق هم ترجع بالموسم الثاني تطلع جديد. بس عاشتيتكم انه هاي الاصناف قدرتوا انه توصلونها بهذا الجمال للناس صراحة. يعني شوفوا هذا اخواننا الاعزاء، شوفوا هذا هنا بها تقسيم نفس ال شو نقول؟ نقول مثل الاتبرزل نفس الاتبرزل. شوفوا اخواننا الاعزاء هادشي الزراعة. طبعا مثل ما تشوفون هنا هاي ثمار، هاي هنا هاي الانثى بالنسبة لنخيل السايكس، هذا نوع الانثى، هكذا يكون الشكل. هاي طبعا هاي واقعة، هاي الثمرة مالتها، طبعا هاي واقعة، هي واقعة واحدة. شوف اخوان الاعزاء هاي البذور مالتها، وهذا شكل الثمرة مالتها. لكن هاي الموجوده قريبه علينا، شوفوا هنا هاي ما شاء الله، شوفوا هنا تقسم تفرعات ما شاء الله. استاذ محمد طبعا اخ عزيز، وللامانه المعلومات اللي ينطيها يعني شغلكم، يعني انا من الناس اكثر من معلومه استفاديت من عنده، بالاخص المنشورات السابقه اللي تعلق بالورد الجوري. تفضل يا اخواني الاعزاء، بالختام نستودعكم الله وفي امان الله. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعه والنباتات المنزليه، في امان الله.